بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. النهاردة بنستقبل مع حضراتكم سلسلة شروحاتنا المتميزة لبرنامج فوتوشوب سي سي. اليوم هو الدرس الـ15، بنشرح استخدام أداة البلور تول، وهي بتسمى أداة التمويه أو أداة الضباب وملحقتها. أداة مهمة جدا، ودي واحدة من أهم الأدوات التي تستخدم في معالجة الصور. بعد تشغيلنا لبرنامج الفوتوشوب هنقوم باستدعاء صورة من الصور الموجودة عندنا، على أساس ان احنا نقوم بعملية معالجة بالنسبة لها، خاصة عملية التنعيم. هضغط على كنترول وزائد للتكبير. ياريت نلاحظ ان في عبارة عن رتوش وهالات موجودة او رتوش موجودة، فاحنا عايزين نقوم بعملية تنعيم لهذه الصورة. الناس بتختلف في استخدام هذه الأداة، كل واحد بيستعمل الأداة بمهارة خاصة. فأداة البلور تول أنا هستخدمها كأداة تنعيم. بعد ما بستخدمها بقدر أتحكم من شريط الخيارات، أقلل حجمها زي ما احنا شايفين، وأزود حدتها لو أنا عايز، أو أقلل حدتها زي ما أنت عايز، واختار قوة هذه الأداة. الوضع الافتراضي 50% ممكن تزودها أو تنقصها. ثم بعد ذلك هنبدأ نستخدم هذه الأداة. هصغرها مرة أخرى لزيادة وأبدأ عملية التنعيم. يا ريت نركز كده مع بعض ونشوف اللي بيحصل بالنسبة للصورة. أهوت هنلاحظ دلوقتي إن في عملية تنعيم. هنقص برضو حجم الأداة أكتر، ثم هبدأ أستخدمها. نشوف إن في شوية مشاكل كانت في الصورة هتبدأ تتشال، و هتبدأ الصورة يحصل لها عملية التنعيم قدام حضراتكم على هذا النحو. بتبان الجودة في باستخدام هذه الأداة. البعض بيستخدم هذه الأداة استخدام آخر، لكن زي ما احنا شايفين من خلال المثال المعروض قدام حضراتكم، أنا بستخدمها كأداة للتنعيم، حيث أن هذه الأداة اللي هي البلور تول هي أداة تستخدم لتنعيم الصورة عن طريق تقليل التباين بين النقاط اللونية، وهو واضح قدام حضراتكم في الاستخدام. ان الصورة اهو بدأنا نتفرج عليها. اذا هي واحدة من اهم الادوات التي تستخدم في المعالجة. في البعض بيستخدمها لعمليات التمويه، انت استخدمها لعمليات التمويه. لو انا ضغطت على مكان مرات عديدة وزودت قوة الضغطة، يبقى هنا ما اصبحتش عملية التنعيم، وهكبرها. هوري حضراتكم برضو لما تستخدم في عمليات التمويه ويبدأ يعمل لها كده. ناخد بالنا، اذا هنا اختلف استخدام الاداة بفكر المصمم ذات نفسه وطريقة تعامله مع الاداة. لو هو حاب يستخدمها كتنعيم بيصغر الحجم ويخلي السترنجز القوة بتاعتها 50%، ويقوم بتمريرها ببطء على المناطق اللي فيها بعض المشاكل فبيتم تنعيم. لو حاب يستخدمها كأداة تمويه وأدوات ضبابية، بيكبر الحجم يزود القوة ويبدأ يعملها بهذه الطريقة، فبتبدأ تختبي على هذا النحو. انا هضغط على مفتاح اف 12 لاسترجاعها مره اخرى. اذا هذه هي الاداه، ونقدر نتحكم، خاصه انك تضغط كليك يمين تقدر تتحكم في الحجم، تقدر تتحكم في قوه الصلابه الخاصه بيها. هبدا اختار اداه مكمله، وهي اداه شاربن تول. هذه الاداه برضو احد ادوات المعالجه بالنسبه للصوره، ودي بتستخدم في كفاءه في توضيح البكسلات الخاصه ب الصورة، ونحاول ان يكون الحجم بتاعها مناسب من الخصائص، او كليك يمين اهوت. ثم بعد ذلك اضغط على المناطق وشوف الاثر الخاصة بيها. هتحصل توضيح بالنسبة لهذه الاجزاء على هذا النحو. البعض الاخر بيستخدمها استخدام كعملية تمويه، او انه يقلل الملامح الخاصة بيها، انه يتم يضغط عليها باستمرار، يضغط كل ما تبدأ تزود درجة التوضيح فبتبدأ تفقد الدرجات اللونية. إذا مهارة المعالج أو مهارة المصمم إنه يعرف كيفية استخدام الأداة وعدد النقرات مع ضبط الخصائص الملائمة لها. هضغط على مفتاح اف 12 مرة أخرى. الأداة الأخيرة هي أداة السمادج تول. هذه الأداة في الحقيقة لها العديد من الاستخدامات. البعض بيستخدمها في التنعيم بعد ضبط خصائصها وبيبدا يمرر زي ما احنا شايفين اهوت عليها، والبعض الاخر بيستخدمها اداه
استخدام آخر إنه بيحول الصورة إلى صورة مائية عن طريق الضغط والسع، لأنها بتعمل عمليات دمج أهوت، أضغط وأسحب بهذه الطريقة قدام حضراتكم. يبقى أنا لو صغرت الأداة ومررتها على بعض المشاكل اللي فيها عيوب هتبدأ معالجة، ولكن لو أنا حبيت أستخدمها استخدام آخر بحيث إن أنا أحول الصورة إلى صورة مائية، صورة مائية أهوت عن طريق الضغط والسع، بالإضافة إنك أنت لو استخدمتها بطريقة أخرى وزودت القوة بتاعتها ممكن تعمل زي تمويه بالنسبة للصورة على هذا النحو. إذا هي واحدة من أدوات المعالجة تستخدم في عملية التنعيم وتستخدم في عملية التمويه، بمعنى إنك تقدر تعمل عملية تنعيم لبعض المناطق الموجودة في الوجوه، وتقدر تعمل تمويه إنك تزيل هذه المعالم بحيث إنها تكون مشوشة بهذه الطريقة. أتمنى أن تكون محاضرة اليوم محاضرة سهلة ولذيذة ونحن نستفاد بها. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.